الحقيقه بصوا، الاهلي والزمالك هيلاعبوا الرجاء والوداد. لما تبص على الاعلام المغربي تشوف قدر اللحمه اللي بينهم، تشوف مدى تقديرهم واحترام كل واحد فيهم لظروف التاني، تشوف تركيز كل، على فكره بينهم مع نهضه بركان ضرب نار في الدوري المغربي. يعني البطوله ممكن تروح هنا او هنا او هنا. منافسه عنيفه، لكن والاثنين موجودين في السباق الافريقي، لكن ما تقراش في اي موقع مغربي حد من الرجاء بيطعم في اداء الوداد او في اسهم الوداد او في اختيارات الرجاء وهكذا. العكس. احنا هنا للعكس. الزمالك مر بظروف غير مدربه. كارتيرون مشي. نفس الظروف الاهلي تعرض ليها، ريني فايلر لسبب او لاخر تقرر فسخ التعاقد معاه، مع وضع في الاعتبار الاهلي هو اللي رفض اي مطالب اضافيه من فايلر بره العقد. ويجوز فايلر حطها كنوع من ال، انما هو فايلر التعجيز يعني عشان تقول له لا. لكن في كل الاحوال الثلاث انديه بيغيروا مدربينهم، حتى الوداد غير مدربه، الرجاء بس اللي هو مستقر شويه. هل ده يدي الحق لمدربين هنا او مسؤولين هنا ينتقدوا اختيارات الطرف الاخر؟ ما حدش من الاهلي ارينا طلع انتقد كل ما حدث في موضوع باتشيكو او موضوع كارتيرون. فبالتالي الفتره الجايه ارجوكم حساسه ومهمه، وحده الجماهير مهمه جدا، تركيز كل نادي في مهمته مهمه جدا. فياريت زي ما الاخوه في المغرب بيشتغلوا نتعلم منهم شويه.